يقول حفظكم الله: البعض من الناس لا يعرف مراتب القدر، وبعضهم يحتج على القدر في المعاصي، هل يرد الدعاء القدر؟ يكفي المؤمن أنه يؤمن بالقضاء والقدر ويصدق به ولو لم يعلم المراتب والتفصيلات، هذا للعلماء لطلبة العلم. أما العام يكفي أنه يؤمن بالقضاء والقدر ولا يكلف أنه يعرف المراتب ويعرف التفصيلات، هذا لأهل العلم ولطلبة العلم. والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لأن لا يجزع الإنسان، لا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني قدر، فلا يجزع إذا علم أنها مقدرة عليه وأنها لا بد أن تقع عليه، يصبر ويحاسب نفسه، لأنه ما أصاب شيء إلا بسبب ذنب، يحاسب نفسه ويتوب إلى الله. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. فالمؤمن إذا تذكر القضاء والقدر فإنه يصبر على المصائب ولا يجزع ولا يسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض العلماء في تفسير الآية: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وأما المعاصي فلا يجوز أن الإنسان يحتج عليها بالقضاء والقدر، بل يتوب إلى الله، يتوب إلى الله منها، ولا يقول هذه مقدرة عليه ويلتمس العذر لنفسه، لا، يتوب إلى الله لأنه بإمكانه يتركها، بإمكانه يعمل الصالحات ولا يعتذر بالقضاء والقدر، فليتوب إلى الله ويخاف من الله عز وجل.